يعني احنا مكملين مع حضراتكم الحديث عن الرياضه وعن منتخب مصر للشباب اللي امبارح خسر بضربات الجزاء امام السعوديه في نهائي بطوله العرب لكن الحقيقه انه كلنا شفنا امبارح ان احنا قدام منتخب واعد وعناصر شبابيه مميزه هيكون باذن الله ليهم مستقبل كبير في السنوات اللي جايه وفي نفس الوقت شفنا مباراة النادي الأهلي اللي رجع للانتصارات تاني برضو بالشباب بالثلاثية في مرمى الاتحاد وده بعد تصعيد لمجموعة من الشباب شفناهم وهنتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي وكمان هنتكلم عن انطلاق الدوري الإنجليزي ونجمنا محمد صلاح اللي صنع جول وسدد جول واخد افضل لاعب في المباراه يعني هنتكلم بشيء من التفصيل عن كل الاخبار الرياضيه معانا في الاستوديو الناقد الرياضي سامح سمير ازيك ايه الاخبار صباح الفل عليك صباح الفل عليك شفت ازاي مباراه الناشئين امبارح لمنتخبنا الوطني قدام السعوديه خسرنا أفضل روات الجزاء 5 3 لكن كان الحقيقه خسرانين لكن في اشادات من كل الناس باداء المنتخب وبالشباب الواعدين اللي احنا شفناهم امبارح والله انا شفت امبارح الامل ما شفتش منتخب مصر فقط للشباب وهو بيؤدي مباراة ولا أحلى أمام منتخب السعودية ولكن شفت امبارح مباراة الأمل الأمل أنك أنت يكون عندك نواة للمنتخب الوطني الأول طبعا إحنا بنعاني بقالنا فترة أنا كانت وجهة نظري المتواضعة أن إحنا ما عندناش منتخب بيمثل مصر منتخب أول من 2010-2011 من أيام جيل بركات وتريكا والجمعة والحضري أنا شايف وجهة نظري حتى الآن لم يتم تشكيل او تكوين منتخب وطني قوي قادر على ان هو يقف على منصات التتويج سيبك ان احنا وصلنا لنهائي كاس الامم الافريقيه امام السنغال سيبيك ان احنا وصلنا للمستوى النهائي امام السنغال في تصفيات كاس عالم ولكن وجهه نظري حتى الان لم نصل لشراسه وقوه المنتخب الوطني اللي احنا شاهدناها خلال السنوات الاخيره ما قبل طبعا 2010 وثلاثيه حسن شحاته في كاس الامم الافريقيه امبارح شفنا نواه فعلا للاعبين شباب روح معنويه عاليه جدا، لياقه بدنيه عاليه جدا، تركيز، ذهن صافي آه مين لفت نظرك امبارح قتال على, على الفوز؟ انا لفت نظر. نظري الحاله. مم. حاله منتخب مصر بالامس انت بتلعب مباراه امام منتخب السعوديه وعلى انت، ارضه وعلى ارضه انت مم. 90 دقيقه احرجت منتخب السعوديه الشقيق رغم انه منتخب قوي واستحق في النهايه الفوز ولكن منتخب مصر كان يستحق الفوز منتخب مصر كان يستحق ان هو يحسم المباراه من شوطها الاول الهدف اللي جه من منتخب السعوديه في احمد نادر السيد افضل حارس في البطوله ونجل الكابتن نادر السيد نجم الاهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر ايضا ابن الوز عوام بقى خد افضل حارس في البطوله من اول محمود جابر المدير الفني حتى احمد نادر السيد كلهم نجوم امبارح من منتخبنا كان يستحق احراز هدف واثنين وثلاثه في الشوط الاول لحد ما اتخطفنا طبعا بهدف مباغت كان مفاجئ لكن صلاح باشا طبعا هو باشا فعلا يعني انا صلاح محترف باشا في ايطاليا اه في أدونيزي طبعا راجل انا عايز اقول ان كان رئيس الفتاح سيسي لما اتكلم احنا عندنا مواهب في مصر كثيره جدا مش محمد صلاح فقط دوروا شوفوا هتلاقوا محمد صلاح كتير دوروا هتلاقوا مدير فني وطني افضل مئة مره من مدير الفني الاجنبي او الخواجه مش عايزين نرجع بقى لورا خلاص فيكتوريا ربنا معاه دلوقتي بيتابع كل المنتخبات ولكن احنا فعلا عندنا البلد ولاده ده مش كلام للبروباجندا او الشغل الاعلامي لا احنا شفنا امبارح واللي ما شافش امبارح يبقى عنده مشكله من اول المدير الفني حتى احمد نادر السيد طبعا عندك اسماء صلاح باشا نتمنى ان يكون محمد صلاح جديد رغم ان هو مهاجم وراس حربه لياقه بدنيه عاليه مهاري جدا رجليه على الجول عينيه محترمه جدا في الملعب صلاح باشا مستقبل لهجوم منتخب مصر ده واحد عندك حواش عندك احمد نادر السيد عندك رأفت خليل لا انت عندك توليفه ومجموعه في التوريا كان قاعد بيتفرج على المباراه وهو قال انا بهني منتخب مصر للشباب ودي نواه جيده جدا للمنتخب الاول وده الصح اذا كنت تريد انك تعمل مشروع لمنتخب وطني اول قادر انه يرجعك تاني لمنصات التتويج ونبعد بقى عن حرق الدم جماهير الشعب المصري نعمل ده ازاي يعني ازاي نقدر نبني على المنتخب ده مين من العناصر دي جاهزه للعب والتصعيد مع فرق الدرجه الاولى نقدر نكون ازاي منهم مجموعات نقدر ننافس ازاي بعد كده حط لي خطه استراتيجيه كده نقدر نعملها ازاي بص الخطه اولا رقم واحد عند فيكتوريا فيكتوريا هو قال ان انا عايز اتابع المنتخبات دي حتى الراجل كان نفسه او كان شايف يعني يبقى في مديرين فنيين برتغاليين يمسكوا منتخب الاولمبي ومنتخب الشباب عشان يقدر يتعاون ويتفاهم معاهم الراجل بيشوف خطه اللعب بيشوف امكانيات اللاعبين المفترض بقى انا رقم واحد هنا كانديه ابتدي ابص لهؤلاء اللاعبين اديهم فرص مع الاهلي مع الزمالك مع كافه الانديه ان انا اصعده ان انا اعتمد عليه في التشكيله الاساسيه اذا كان الراجل بيؤدي بمنتهى التالق مع منتخب بلده وقدر امبارح يرفع لك علم مصر رغم الخساره يبقى انت ازاي انت كنادي اهلي او كنادي زمالك او ايا يعني كان سين او صاد او عين في الانديه ليه ما فرصه ان هو يعلن عن ذاته ادي واحد اثنين فيكتوريا يكون بيراقب يكون بيتابع يكون بيشوف يكون عنده مشروع ده ما كانش موجود قبل كده فيكتوريا دلوقتي بي بيبص بيتابع بيتفرج وبيقول وبيشجع وبيهنئ وده أيوة. دي عايز اقول بادره امل او بشره خير ان من خلال الانديه ومن خلال فيكتوريا ان هو يدعم هؤلاء اللاعبين يقدر يبني منتخب قادر الفتره اللي جايه خلاص بقى مش نقول ننسى الصف الاول ولكن لابد انك انت يكون عندك في المركز لاعب واثنين وثلاثه ما ينفعش النهارده لما لاعب يعطل الاهلي النهارده عنده مشكله امبارح الاهلي أيوة. بيلعب بالشباب عنده ازمه كبيره أيوة. جدا لما وقف لا ده انا الاهلي انا الأهلي انا اقدر اجيب صف اول و ايه الحكاية ايه الرواية ايه الحدوتة امبارح إيه الأهلي قدر يكت يكسب بثلاثيه وهنتكلم برضه بالاعتماد على الشباب اعتقد ان امبارح الشباب كان كلمه السر يعني. بالظبط امبارح فعلا كان يوم الشباب العالمي سواء في الاهلي او سواء في منتخب مصر لكن المنتخب طبعا الاولويه مش هنشخصنها في انديه منتخب امبارح انا شايف منتخب امبارح انا اول مره اقعد امام مباراه لمنتخب مصر استمتع انا ما استمتعتش بالمنتخب الكبير كده يا جماعه ولا استمتعت بالاداء ده ولا على مستوى التهديف ولا حتى على مستوى انك ترجع للمباراه يعني انت ضاغط انت شايف ان الشباب هم كلمه سرك اه طبعا اه طبعا اه طبعا كلمه سر شوف اللياقه البدنيه شوف اللياقه الذهنيه شوف حتى اللياقه النفسيه شوف حتى الاداء على مستوى المهارات الفرديه والاداء الجماعي شوف حتى على مستوى محمود جاد محمود جابر المدير الفني أي. قادر يسوق اللاعبين دول ازاي لا كان في حاله حلوه نتمنى بقى يعني زي ما عملنا مع كابتن ربيع ياسين ونسينا الجيل اللي عمله كابتن ربيع ياسين في منتخب الشباب اللي راح لعب كاس عالم وسيبنا كابتن ربيع وجبنا سكوب تشيك اللي ما كانش حد يعرف في تشيك وكان معاه كابتن هاني رمزي ولعبنا هنا كاس عالم الشباب وخسرنا طبعا وخرجنا من دور ال 16 كان شغلنا وحش جدا وكانت كاس عالم هنا في القاهره بيقام في مصر مجموعات في المحافظات كلها وكان شكلنا محترم نتمنى بقى نحافظ على هذا الجيل من اللاعبين طيب خلينا نروح للدوري المصري الزمالك بيواصل انتصاراته وفريرة بيؤكد انه مدرب عظيم والاهلي امبارح 3 0 امام الاتحاد و كان حديث مستمر وتويتر كان مشتعل بالحديث عن الشباب زياد طارق واحمد سيد غريب والاداء اللي يعني بيثبته شباب النادي الاهلي انهم قادرين على انهم يصنعوا الفارق دي حقيقه بالفعل برافو عليك يا دير انت قلت الكلام اللي لازم يتقال بعد مباراه مهمه جدا ورائعه للنادي الاهلي امبارح امبارح الاهلي يمكن يعني خلاص بقى اكتفى بحرق دم جماهيره في مباراه المقاولين ومباراه فاركو تعادلين راجل الخواجه اللي جاي ريكاردو سواريش الراجل لعب 8 مباريات مع الاهلي قبل مباراه الامس أربعة فوز و تعادل و هزيمه طبعا جماهير الاهلي لا تقبل دائما وابدا الا بالفوز دي ثقافه الأهلي والزمالك والأهلي تحديدا لانه حامل بطولات اكثر من الزمالك فمن الطبيعي ان يكون جماهيره على قدم وساق عايزين الفريق يكسب ما فيش هزار فالاهلي طبعا ابتعد عن مستواه تماما ثلاث مواسم متلاحقه وكان داخل في الموسم الرابع سيبك من خلافات الاهلي مع اتحاد الكوره او خلافات الاهلي مع سين وصاد دي مش مشكلتنا مشكله الاهلي انه لقى نفسه امام اربع مواسم متلاحمه ورا بعض اللعيبه مصابه اللعيبه مجهده ذهنيا وبدنيا ونفسيا صعب جدا انك تؤدي بيها ثلاث مواسم على التوالي وداخل على الموسم الرابع مستشفى اصابات بالجمله حدث ولا حرج 11 لاعب فريب بالكامل غائب عن النادي الاهلي صعب جدا يا جماعه انك انت توفر لاعب واثنين وثلاثه يؤدي يؤدوا بنفس المستوى ده صعب جدا قدرت انك انت بقى امبارح لا كابتن محمود الخطيب وقف وقفه قال شكرا كده احنا خلاص دوري بيروح خلينا منطقيين امبارح سوارش طلع لما سالوه الصحفيين عن الدوري قال لا خلونا منطقيين الدوري في اتجاه الزمالك بتقول ما قالش طبعا الزمالك لكن قال خلونا منطقيين الدوري بعيد عن الاهلي بالحسابات لسه لكن نظريا خلاص الزمالك حسم البطوله او بيراميدز يكون الاقرب من الاهلي لكن في النهايه الاهلي امبارح حاول ان هو يعتمد على اللاعبين الشباب ودي كانت خطوه جيده جدا لان هو خلاص الراجل على اعتاب ان انا بعمل فريق سوارش مش قادره تحكمي عليه سوارش النهارده اتجاهين اتجاه بيقول ده مدرب لا يليق باسمه وتاريخ النادي الاهلي وبيفتي في الملعب واتجاه اخر بيقول انه ما خدش فرصه فلو هنتكلم بالموضوعيه والحياديه لا سوارش حتى الان لم ياخذ فرصه حقيقيه مع النادي الاهلي كي تحكم عليه امبارح الراجل لعب بالشباب شايف ان الخطوه دي تأقرت شويه خطوه ايه الناشئين ما تقدرش النهارده اللي... انك انت تعتمد على الناشئين آه يعني جمله وتفصيله بكل الاصابات اللي كانت عندك ص... لا مش بكل الاصابات صعب النهارده ان انا اتخذ قرار خلاص هات لي الاساسيين على جنب والعب بالشباب ده قرار يعني عايز اقول قرار مش جريء انتحاري ولكن جريء قوي مم. انت عايز تبقى شجاع طبعا لما بلقاش الكابتن محمود الخطيب حاجه يبكي عليها مم. عنده وجهه نظر في التحكيم وعنده وجهه نظر في ان الدوري خلاص بينتهي وشايف اللعيبه خلاص اوت اوف اوردر نطاق الخدمه تماما بسبب الاصابات محمد شريف نهايه الموسم عمرو السوليه نهايه الموسم حسين الشحات نهايه الموسم يعني الحكايه العقد فرط في الاهلي فكان لازم وقفه يعني وقفه رجاله في الاهلي وده اللي حصل ان كابتن محمود الخطيب قال لا كفايه نعتمد على اللاعبين الشباب، اللي حصل امبارح ان سواريش قدم اوراق اعتماد مؤقته، وانا بقولها مؤقته للناس عشان ما يفتكروش ان سواريش خلاص بقى هو الساحر اللي هيجي يرجع الانتصارات، لا هو قدم امبارح مباراة جيدة، لعب بالشباب، استفاد بعنصر الشباب إلى جانب بعض الخبرات في الملعب، قدر يعمل سكور على الاتحاد السكندري، وكان الاتحاد امبارح فريسة سهلة، برضه امبارح ما كانش قوي عنده مشاكل مع عماد النحاس ومشاكل مع الجمهور وفي غضب في الاتحاد السكندري فامبارح برضه ما تقدرش تقيس قوه سوارش ولكن على على قوه مستوى القرار الكابتن محمود الخطيب قال لهم مش هحاسبكم العبوا امبارح اللعيبه نازله حره في الملعب أيوه. المدير الفني نازل حر فقدر ان هو يعلن عن ذاته واللعيبه تعلن عن ذاتها مين بيلعبه. كمان من اللعيبه لفت نظرك من اللعبة. طبعا يعني, انا امبارح يعني بتكلم حتى مع زمايلي بقول لهم ده مهاجم الاهلي الجديد احمد مم. سيد غريب الداخليه عايز ياخد احمد سيد غريب من الاهلي وكان في موافقه مبدئيه أيوة. من الاهلي ان سيد غريب يروح الداخليه ولكن انا شايف بعد مباراه الامس بعد تالق هذا اللاعب بعد ثقته بنفسه احرازه هدفين <applause> وبهذا الشكل لا اللاعب على اعتاب ان هو يكون موجود مهاجم جديد محترم قوي داخل النادي الاهلي لا اعدي بقى محمد شريف ربنا يرجعه بالسلامه اعدي حسام حسن اللي بيحاول ان هو يبحث عن ذاته و و و وتم يعني قتله بفعل فاعل في الاهلي انجاز القول بسبب بيتسو موسيماني ولكن <applause> في النهايه امبارح احمد سيد الغريب احمد غريب رقم واحد اثنين زياد طار اللاعب امبارح <applause> حط هدف وطلع علمي. اكثر من محلل قالوا مم. يعني الكبار ما يعملوهاش يعني انا مم. مش هجود عليهم امبارح الاساتذه طلعوا واتكلموا قالوا حتى هدف ما يحطوش الكبار زياد طارق طبعا يستحق امبارح ايضا محمد اشرف اللي بيلعب باك ليفت ومكان اه طبعا وعلي معلول عندك ازمه آه. في علي معلول امبارح اسماء كثيره جدا ايضا على مستوى محمد فخري برضه لعب امبارح لا انت عندك لعيبه في النادي الاهلي تبتدي تطلع بقى جنب احمد كوكا لا لكن انت هتفضل تعتمد ممكن يبقى في اعتمادات اكتر من على منتخب الشباب ان احنا نجيب من الاجيال الصغيره نطلع على الفريق الاول في النادي الاهلي اه طبعا اه طبعا ده ده اللي المفروض يحصل اه, آه طبعا ده المفروض والاهلي عينه كويسه الاهلي عنده قطاع ناشئين يا جماعه الاهلي ما بيهزرش في قطاع الناشئين وايه اللي عطله الفتره الطويله دي كلها؟ بص اللي عطله انت عندك مدير فني هو اللي بيحكم المساله انا ما اقدرش النهارده اجي اتخذ قرار ككابتن محمود الخطيب واقول لبيتسو موسيماني هات لي دي كلها على جنب العب بالـ بالـ بالاحتياطي او بالشباب او صعد من فرق الشباب اللي عندك للفريق الاول انا بترك المسؤوليه والقرار للمدير الفني، المدير الفني اللي كان موجود كان بيصارع على دوري ابطال افريقيا، بيصارع على كاس مصر، بيصارع على الدوري المصري ما اقدرش النهارده افرض عليه قرار زي ده وهو المسؤول قدامي، ما هيجي في اخر يقول لي انا ماليش دعوه انت اللي ورطتني، لكن بعد ما ضاع دوري ابطال افريقيا رغم ان الاهلي وصل طبعا ست مرات للنهائي آه خمس مرات من ست مرات آه رغم ان الاهلي وصل لنهائي كاس مصر لكن في النهايه بعد ما خسر الدوري ابطال افريقيا بعد ما خرج امام نادي الزمالك في كاس مصر بعد ما خلاص الدوري بيروح منه نظريين طيب. نظريا علميا لسه طبعا ما نقدرش نقول عشان الجماهير ما تزعلش دي حقيقه لسه في فرصه الزمالك اذا ما هزم آه ثلاث مباريات والاهلي فاز في المباريات المتبقيه يتوج الاهلي ولكن ده صعب نظريا ولكن علميا بنتكلم. هنتابع ونكمل في الدوري المصري لكن خلينا نروح للدوري الانجليزي وانطلاقه الدوري الانجليزي وريدز تعادل امام فوننهام وصلاح صنع جول وسدد جول وكمان شفنا هدفين في الريدز فانت شايف المباراه كانت عامله ازاي؟ بص طبعا محمد صلاح يعني حدث ولا حرج لاعب استثنائي لاعب فوق العاده لاعب كبير جدا بدا الموسم بلقب الدرع الخيريه امام مانشستر سيتي وقدروا كده بلغه الكوره يثأروا من مانشستر سيتي البطل متوقع على الدوري الانجليزي وفازوا محمد صلاح كان متالق جدا في المباراه بدات انطلاقه الدوري اه طبعا محمد صلاح يستحق خد افضل لاعب في مباراه اول امس امام فولهام ورغم انهم اتحرجوا طبعا 2-2 اتنين اتنين تعادل لكن صلاح انقذ الريدز طبعا هو احرز هدف وصنع هدف للاعب اورجواياني الخطير طبعا داروين نونيز اللاعب اللي جاي وافي جي على ليفربول وعايزين هم طبعا يعوضوا غياب ساديو ماني اللي رحل، نونيز طبعا كلوب بيراهن عليه مع محمد صلاح، قدروا يخطفوا محمد صلاح ويوقعوا معاه العقد يا حبيبي خلاص خلص الراجل وفي نفس الوقت نونيز فطبعا قوه ضربه اصبحت في ليفربول، محمد صلاح قدر ان هو يحرز هدف انقذ ريدز من خساره وتعادل امام فولام وايضا صنع طب خط الدفاع في ريدز دلوقتي انت شايف ب... انه في مشكله؟ لا طبعا ما يبانش ده دلوقتي ليفربول فريق كبير جدا وكلوب من افضل المديرين الفنيين في العالم لكن عشان تتحرك في مباراه وانطلاق الدوري تقعد وبتتحدث حساباتك وبتشوف ولسه في توليفه جديده وفي لاعبين جدد في ليفربول فطبيعي انك انت عايز تشوف الدنيا فيها ايه حتى م. السيتي بالامس يمكن طبعا انطلاقه هالاند طبعا م. النرويجي العظيم اللي جاي طبعا بدات المنافسه مبكرا بقى صلاح وهالاند وهتشوف لسه كريستيانو ونشوف الدنيا رايحه على فين هالاند امبارح من ركله جزاء برضو قدر أي. يهدي الفوز لمانشستر سيتي امام وستهام هام يونايتد فالدوري الانجليزي متعه يعني هل مفجأت مفجأت في مفاجات في الدوري فعلا الانجليزي انت شايف ابرز المفاجات اللي ظهرت ايه لسه انت المفاجات في الدوري الانجليزي هي الصفقات المدويه انت لسه بتشوف طبعا هالاند بتشوف محمد صلاح بعد ما جدد لليفربول الدنيا رايحه على فين لكن لما تشوف الحسابات دلوقتي اللي على عرش الدوري هو توتنهام لسه السيتي في المركز الرابع لسه ليفربول في المركز ال 12 عشان لسه طبعا انطلاقه الدوري لسه البدايات طبعا لكن المنافسه بتشتعل حتى انت عارف المنعطف الاخير صحيح. في الدوري الانجليزي دائما وابدا يعني صحيح. بنشكرك استاذ سامح سمير الناقد شكرا جزيلا على كل هذا التحليل وخلينا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا حركة.